متتبعي قناة فونتكس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد المسألة، مسألة بسيطة ولكن مهمة بالنسبة بزاف ديال الإخوان والأخوات. شنو هي؟ هي الوقيته فاش كنجيو نتيليشارجيو شي ابليكاسيون، بعد كيطلب منا المود باس. كاينين بزاف اللي عندهم البصمة، وكاين اللي عندهم فيس اي دي، كل واحد كيفاش هذا. ولكن بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيو لا كود ولا يديك ولا يخليك ما يطلب لي لا مود باس ولا كود ولا حتى شي حاجه. كليكي على تيليشارجمون تبدا لابليكاسيون تيليشارجا. الو باش نديرو هذه المساله هذه، ريغلاج، ندخلوا للريغلاج، نمشيو للريغلاج ديالنا، سميه ديال الريغلاج، ديكتي محمد الوسامي، ايدم، انفو بيرسونيل، بوتون محمد، انفو، كونيكسيون، بيمون، ليفريزون، ابونمون، اي كلاود، 5G، كونتينو ملتيميديا، ياشا، بوتون كونتينو ملتيميديا اي اش، كليكيو عليها. سيليكسيون افيرتيسمون سو ديكونيكتي بوتون. هنا كيخرج لنا جوج ديال الاختيارات. ريغلاج دي مو دو باس بوتون. سو ديكونيكتي بوتون. ريغلاج دي مو دو باس بوتون. كونت بوتون. انولي بوتون. كونت ريغلاج دي مو دو باس بوتون. كليكيو على ريغلاج دو مو دو باس. اكزيجي لو مو دو باس ان تيت. فوالا. تيرميني بوتون. ان اشوتون ان تيت. سيليكسيوني توجور اكزيجي لو مو دو باس. فوالا حنا نبالايو حتى نلقاو. اكزيجي ابري 15 مينوت. اكزيجي ابري 15 مينوت نسيليكسيوني. سيليكسيوني اكزيجي ابري 15 مينوت. نبالايو. تيليشارجمون غراتوي ان تيت. تيليشارجمون غراتوي. اكزيجي لو مو دو باس بوتون اكتيفي. نلقاو تيليشارجمون اكتي تيليشارجمون. اكزيجي لو مو دو باس بوتون اكتيفي. لو مو دو باس اكتيفي نكليكيو عليها. ديزاكتيفي. تولي ديزاكتيفي. هنا ما طلبليش مود باس، ولكن في الغالب في اول مره كيطلبكم مود باس، لان انا يلاه كخيت لي دونتيفيو، يلاه باقي يلاه دخلت له المود باس، داكشي علاش ما طلبليش مود باس. هنا غيطلبكم مود باس وغادي تديروا اكزيجي لو مود باس بوتون ديزاكتيفي، وتردوا ديزاكتيفي، وهكا فاش تبغوا تيليشارجوا شي ابليكاسيون ما يطلبش منكم مود باس. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.